هاي اليوم بهيدا الفيديو حنشوف كيف حنخلي الباك جراوند تكون من ضمن التكست مثل ما بنشوف بكتير موفيز هيك افيه مهضوم وبيعطي نكهة للفيديو اللي عم نشتغله. سو بلا طول الحديث خلينا نبلش شغل على البريمير. سو بنفتح بريمير، اكيد مثل كل الفيديوهات على طول بفضل احط الفايلات تبعنا بنفس المحل. سو هون مثل ما عم نشوف عندي هذا الفايل اسمه يوتيوب، اوريدي فيه الباك جراوند اللي حاستعملها بلس الميوزك. سو بنعمل نيو بروجكت، ليتس سي تكست، نحطه مع هوليك الفايلات. Okay, so نعمل new sequence from clip. بيكون عنا هيدا الكليب. So part بدنا نستعمله. Okay. اوكي سو انا بدي اياها تبلش من محل ما الكاميرا جالسة وعم تعمل زوم ان. سو محل بارت اللي قبل نرجع نبدل السيكونس على الاول نشوف شو عنا. اوكي سو لحد هون قبل الرجع. اوكي سو بيكون عنا 27 ثانية، ما رح نستعمله كلهم بس انه هلا نشوف. نحط الميوزك. اوكي انترستنج. نحب الميوزك نجيب تكست بيروت نعمل كنترول A. بيروت كبرى. بدنا نستعمل فونت، هذا الفونت يوجوالي بستعمله ونحطه بولد، نظهر شوي. اوكي هلا هون فينا نعمل alignment بهيدا. سو شوف وين بدي اياها تجي بالضبط. اوكي سو عندي هيد بالاول سو بتساعدني اعمل فيد ان. اوكي سو هون في عندي هيد هيدا بتساعدني. سو بقول انه بدي اياه يبلش من هون، بدي التكست يبين على البوب. سو صار عنا التكست، صار عنا الكليب. نجي نروح على الافي، ندور على شيء اسمه تراك مات كي، بنحط هالايفكت على الباك جراوند. بنروح هون على الافكت كنترول، بنقول له انه بدنا اياها تكون امباكتد باي فيديو 2. سو مثل ما شفنا تلقائيا صار في هذا الشيء.
سو نجم نطلع. انترستينغ. سو نشوف شو عنا هون. اوكي سو هون بدي اياها تكون بقى مش مبينة. سو نعمل زوم ان. اوكي هلا هاي هيك عم بيصير لان التكست هاي جاي هون الطرف. سو انا بدي اياها تكون بالنص. سو هاي جاي بالنص تقريبا. يب اوكي position. اوكي سو هون عندي البيس سو بدي اياها قبل ب 1 فريم نعمل لها ريسيت. هون بما انه عندي بعد ميوزك سو بقول لها بدي اياها على الايتي. نحطها ايزي ان. سو نشوف شو صار عنا. بما انه هيك خلصت بطريقة ما كتير لذيذة سو اللي فينا نعمله منروح على editing نعمل audio track mixer. سو نحن عم نغير بال A1 سو نزيد هون reverb studio reverb double click نعمل ديكي وات. سو هيدا غلطة. اوكي سو هون اللي فينا نعمله زيادة نروح على ال FA ندور على شي اسمه glow alpha glow
نحطه على التكست. لاحظتوا كيف صار عنا هذا الشيء؟ سو هون خليني اعمل رندر. اوكي هلا هون اللي فينا نعمله ننتشر let's say هون نعمل كوبي لهيدا البارت بيست نرجع نحطها let's say فوق هديك. سو هي ذاتها نفس الكلب بس نعمل هون فيد ان. شو اسمها اوكي سو هيك سئيلة شوي. سو هون بلعب بالاوباسيتي سو حطها 0% بالاول. هون اوكي ها هو الجزيرة اللي فينا نعمله حط 80% لهون هون نعملها على الزيرو. الزيرو بياخدها على الآخر. سو opacity ناخذها على 0%. اوكي واللي فينا نعمله هو نعملها بالقلب which is on let's see motion اخدها على 120 let's see هون على 120 نعمل key frame نزتها بالأهو. هون نعمل key frame نزتها بالأول. هون بردها بردها سو بلشها بال 120 لا بلشها 100 بتطلع على 120 وهديك تكون صارت معها 120. سو لحديت هون is good. Thank you.
كتير. سو نرجع للدال هون. هاي ليتس نعملها هيك تنشوف شو بصير. اوكي هون اللي في بعد اعمله تراك فوليوم تطور على هيدي اللي في عمله هو color mat draw black. اوكي وهيك كون صار عنا اوكي سو ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا التوتوريال تعلمتوا شيء جديد. اف سو سبسكرايب فور مور ستاف لايك ذس و سي يو ان ذا نيكست فيديو.